Hello everybody, you're on Time for English and this is Ibrahim Farooq welcoming you all. عندنا الأسبوع ده مجموعة من الكويزز على Vocabulary Unit 4. زي ما متعودين Attachment هلاقي في Description للفيديوز. حل الأكسايز الأول ونتناقش مع بعض دلوقتي في الأنسرز. Okay, quiz number 1. To promote their goods. ليه اخترنا promote كverb؟ بروموت يعني يروج لشيء او يعمل له دعايه زي ما نقول هنا. Their goods البضائع بتاعتهم علشان يعملوا لها الدعايه اللازمه. Producers advertise them online. هؤلاء المنتجين لهذه البضائع advertise them بيعملوا لهم اعلانات كدعايه online on TV وحتى في الشوارع وانت ماشي. استخدمنا الverb promote بمعنى يروج لشيء أو يعمل له هنا الدعاية اللازمة. When some people are stressed, they eat too much. بعض الناس اللي بيكونوا فعلا متوترين مضغوطين عصبيا بيأكلوا كتير. طيب عايزين ناخد بالنا ما الفرق ما بين stressed و stressful. Stressed with ED بصب بيها شخص حاسس دايما الاي دي adjectives سيادتك بتصب بيها شخص حاسس بشعور معين. I'm stressed, I'm tired, I'm exhausted, I'm excited. حاسس بشعور معينة ودايما الاي ان جي adjectives تصف مصدر الاحساس او مصدر الشعور. يعني I'm excited لان the match is exciting. I'm stressed لان the job is stressful. Stressful يعني مجهدة عصبيا أو موترة عصبيا للإنسان. علشان كده مثلا ماش stressful لما بعض الناس بيشعروا بالتوتر والقلق they are stressed they eat too much. طبعا ال ing adjective exhausting يعني شيء مرهق صح؟ لو الشخص يبقى exhausted with ED حاسس بالإرهاق frustrating على نفس المنوال يبقى شيء محبط للإنسان. لكن لما الإنسان يشعر بالإحباط يبقى he feels أو she feels frustrated with ED. إذن لما الناس بتبقى stressed متوترة أو مضغوطة عصبيا مشحونة عصبيا they eat too much. Long work hours with no time for refreshment. لما أفضل شغال ساعات طويلة مفيش أي وقت للرفريشمنت للترفيه. هذا الأمر will surely lead to burnout. الإجهاد الشديد. استنفاذ الطاقة. لما الواحد يشعر خلاص ما عندوش أي طاقة إنه يشتغل. Okay, this is burnout. Everybody must put self-care as a priority. كأولوية. Priority in their lives. السلف-كير هو الاعتناء بالنفس. اعتناء بالذات لابد ان احنا نضعه دايما كبريوريتي كأولوية في حياتنا. جميل. Number 5. You need to improve your skills. اكيد انت محتاج تطور من مهاراتك. ليه بقى؟ To cope with the new requirements of the labor market. Labor market سوق العمل. كي تواكب المتطلبات الجديدة لسوق العمل أو الاحتياجات الجديدة لسوق العمل. لما أريد سنتنس الآخر خلاص أنا عايز أقول كي إيه تواكب هذه المتطلبات. السؤال ليه مش كيب؟ أنا عارف إن برين ستور ملاش دخل هنا to brainstorm ideas يعني علشان نجمع أفكار مثلا من بعض نناقش حاجة ونجمع to brainstorm ideas نجمع أفكار من بعض to share our ideas. Suppose يفترض أو يظن أو يتوقع شيء لكن cope with يواكب كان لازمني هنا keep up علشان أكمل بويد وتبقى excellent. keep up with لكن cope with على طول. أوكي ما اخترتش keep كان ناقصها up يبقى الفريزل verb keep up with equals cope with يواكب أو يجاري شيء. Don't remain sitting in your chair for more than 25 minutes. اللي يعني الخبراء والمختصين والأطباء ينصحونا بكده. ما تفضلش قاعد لفترة طويلة نفس القعدة ونفس البوز. حاول تحرك
نفسك. Stand up and stretch. تعمل ايه؟ تمارين الإطالة. Stretch. Work-life balance leads to physical and mental well-being. انك تعمل balance ما بين حياتك الشخصية وحياتك العملية. ده اللي هيؤدي إلى well-being. Well-being معناها ايه؟ أن تكون في حالة جيدة. حالة صحية وحالة بدنية وحالة ذهنية. ده well-being بشكل عام. أن تكون بصحة وحال جيد. سواء mentally عقليا أو physically بدنيا. I know it's a difficult mission. أنا عارف أنها مهمة شاقة وصعبة. But I'm sure you will manage. لكن أنا متأكد أن أنت you will manage. ستحسن تدبر الأمر. تعرف تتصرف يعني. You will manage. Good time management. تعرف أن time management يعني حسن إدارة وتنظيم الوقت. Time management. إدارة وتنظيم الوقت. أوكي. أنك تعرف تنظم وقتك كويس. Good time management is a top necessity من الأولويات أو من الحاجات المهمة جدا ضرورية جدا in business administration في مجال إدارة الأعمال. Every single minute makes a difference. كل دقيقة وليها أهميتها وتفرق جدا في حياتنا. Good time management حسن إدارة وتدبير الوقت تنظيم الوقت. Okay. When children grow up, لما الأطفال بيكبروا, they don't like it when you scold them in public. Oh, والله هم صغيرين وهم بيكبروا دايما الطفل حتى لو صغير ما بيحبش ان انت scold يعني blame يعني reproach يأنب يوبخ يلوم ما بيحبكش انك انت تلومهم او تؤنبهم in public قدام الناس علانية في العنن. So scold them يلوم أو يعاتب. It was obvious كان من الواضح. It was obvious that he was angry about what I said. هو كان واضح إن هو كان زعلان. اللي خلاك تظن هذا إن he frowned كشر. He frowned but said nothing. ما قالش حاجة ما تكلمش لكن كان واضح عليه الزعل والضيق من الفراون on his face تكشيرة. Having regular time off work يعني كونك ان انت تاخد regular time تأجز من الشغل او تتوقف عن العمل حتى is necessary امر ضروري for your mental health as well as physical fitness. ده ضروري جدا للمنتل هيلث صحتك العقلية وانك الانشطة الذهنية ليك وقدراتك الذهنية تبقى على افضل ما يمكن بالاضافة الى as well as your physical fitness لياقتك البدنية. ده امر مهم جدا للمنتل هيلث صحة العقلية وايضا your physical fitness. لازم ناخد intervals نريح فيها كل فترة مش شغل على طول. Very good. Everything will be okay. كل شيء حيكون على ما يرام. I suppose. أعتقد ذلك. أعتقد أظن ذلك. I suppose كنا I think. After 12 hours of hard work, بعد 12 ساعة شغل شاق ومتعب, I was completely. أكيد أنت هتدور هنا على adjective بمعنى كنت تعبان, مرهق. Which is I was completely exhausted. ال 12 ساعة شغل متواصل hard work أكيد أدوا إلى شعوري بالإرهاق. I was exhausted. صح كده؟ ليش دخل بالإحباط؟ عشان ما أنت ممكن تقولي I was frustrated. Frustrated إيه دي adjective فتصدر نقول I was. ليش دخل بالمعنى؟ 12 ساعة شغل 12 ساعة شغل ده يؤدي إلى الإرهاق التعب مش الإحباط. Management plays a vital role in leading a business to success. Management, الإدارة. الإدارة لها عامل كبير جدا. Plays a vital role, تلعب دورا هاما. In leading a business to success. فإنها تؤدي إلى نجاح أي عمل أو أي مشروع. So هنا
احنا محتاجين الناون. الناون مانجمنت. ليه مش مانجر؟ المانجر وهو المدير، كان لازم اقول ام مانجر او ا جود مانجر عند الحديث عن المدير نفسه، كان لازم اقول المدير ام مانجر او ذا مانجر. يبقى الناون كان لازم يبقى تحط قبل منه ارتكل ام مانجر ذا مانجر. انما مانجمنت which is الاداره ك uncountable noun لم يحتاج الارتكل قبلها، فعشان كده قلنا مانجمنت مش مانجر. When I shouted at my daughter, she pouted her lips and tears ran down her cheeks. لما زعقت لها. She pouted her lips. حركة الشفايف هنا رمزا او تلميحا الى الضيق. She pouted her lips. بوزت زي ما بنقول. تبويزة. She pouted her lips and tears ran down her cheeks. Wadded tight. Very good. Those who suffer from stress should reduce the work pressure they put on themselves. سلم يشعر بالستريس ضغط العصبي. طب نعمل ايه ساعتها؟ لابد ان احنا نقلل ضغط الشغل علينا شوية. Those who suffer from stress. Okay. Number 18, I hope these clouds will clear off soon. I miss the warmth of sunshine. Clouds. وأتمنى أن تزول أو تنقشع أو تختفي. يعني ده معنى clear off. تمام؟ Clouds, clear off. يعني تزول هذه السحب أو تختفي أو تنقشع زي ما بقول. ناخد بالنا الاستخدام العام لclear off. يعني مستخدمة لإيه؟ Something clears off يعني تختفي. Disappear. Clear off means disappear. والولاد لما يكونوا مش عارفين شقاوة واحد شخط فيهم and they cleared off خلاص اختفوا مشوا disappeared. Okay. Many people experienced a drop in their blood pressure when they took this drug. This drug هذا الدواء. بعض الناس لما تناولوا هذا الدواء حسوا بإيه؟ They experienced شعروا بإيه؟ ده معنى experience كذو تشعر بشيء أو تحس بحاجة. They experienced a drop in their blood pressure. تعرضوا لي انخفاض في ضغط الدم. يبقى يشعر بشيء أو يتعرض لشيء. ده معنى experience كذو. Very good. طبعا مش experiment يجري تجربة مع عملية. تمام. Exert يبذل زي ما قول exert effort يبذل جهد. وإكستراكت يستخرج شيء طبعا من إيش استخدمت في السنتنس. Before he died he altered his will. He altered يعني changed his will. غير الوصية اللي كان كتبها. His will وصيته كان كتب وصية and he altered it يعني changed it. Leaving everything to charities. وسب كل ممتلكاته للجمعيات الخيرية. That's quiz one. ناخد short break. خش على quiz two على طول يا جماعة. Thank you very much.